يا سلام على الطاجن بتاعنا النهاردة، طعمه جميل جدا وشكله أحلى بكتير، والطعم طبعا أحلى بكتير. إن شاء الله هيعجبكم. بصوا شكل البامية بتاعتنا عاملة ازاي، طعمها جميل جدا. تعالوا شوفوا هنعمله ازاي. ودي مقادير الطاجن بتاعنا، نص كيلو من اللحمة، قطعة من اللية، طبعا هو يستحب اللحمة ضاني بس هنعملها باللحمة الجندوز، كيلو من الطماطم، بصلتين كبار، فلفل رومي، فلفل حار، ثوم مفروم، ورق لورا، مكعب مرقة، بهارات 7، وملح. تعالوا بينا نشوف هنعمله ازاي. مبدئيا كده انا حطيت خلاص القطع اللي هي في الحلة، هنسيبها بس ايه تسيح الاول كده. خلاص اللي هي خلاص ساحت، هنبدأ نحط اللحمة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده، نشوحها مع القطع اللي هي. زي ما انتوا شايفين كده اللحمه خلاص اتشوحت، نحط البصلايه، بصلتين كبار، انا دلوقتي هحط معلقتين سمنه، دول اختياري، حبيتي تحطي حسب الرغبه يعني انت عايزاهم او لا. هو كده كده اللي هي بتقضي الغرض، فالسمنه بس عشان ايه تزود الدسامه شويه. زي ما انتوا شايفين معايا كده، هي خلاص البصله اتشوحت، وانا طبعا هحط لها فلفل اسود، وطبعا كانش في المقادير بس هو طبيعي ان احنا بنحط اللحمه او الفراخ فلفل اسود. وحطيت خلاص كمان الفول الثوم المفروم، وبس هو مجرد ان تشم الريحة بتاعته هزوده مية مغلية طبعا لحمة لحد ما تستوي. هزود اللحمة مية مغلية، لازم يكون مية مغلية عشان يدي للحمة صدمة. طبعا عشان كل حاجة عندنا سخنة هينفع نحط مية ساقعة. احنا كده خلاص هنحط المية المغلية بتاعتنا، هنبدأ نزود فيها طبعا لحد ما نلاقي اللحمة دخلت على سوا. زي ما انتوا شايفين اهو خلاص اللحمة خلاص قربت تدخل على السوا. طبعا كل ما تعوز مية هنزودها، بس انا في المرحلة دي هحط بقى الفلفل اللي هو الرومي. انا طبعا مش هحط السبايسي دلوقتي، هحطه في الاخر عشان ما يحرق يعني، ما تبقاش مش هتشطه قوي عشان لو في ولاد ولا حاجه من ياكلوا منها. زي ما انتوا شايفين كده خلاص بعد ما حطينا الفلفل واستوى خالص مع اللحمه، هنحط الطماطم. نحط معلقه سكر، نحط الملح، بهارات 7، ملح والبهارات 7، شايفين كده خلاص الصلصة اتسبكت مع اللحمة، هنزودها بقى مية مغلية، أهم حاجة تكون مية مغلية، بسيط بس عشان هنزود عليها البامية. انا طبعا مكنتش حاطه في المقادير الباميه طبعا عشان احنا الباميه كانت طبعا انا كنت مفرزاها زي ما انتوا شايفين كده، وطلعتها من الفريزر لسه دلوقتي، فمقدرتش اطلعها قبل طبعا ما اعمل الاكله، لان طبعا التسبيكه بتاعت اللحمه بتاخد وقت وانا مش عايزه الباميه تفك. خلاص كده هسيبها بس تغلي حبه وبعد كده نشوف هنعمل ايه. زي ما انتوا شايفين كده دلوقتي خلاص الباميه اهي بدات تغلي مع الصلصه. انا طبعا هحط لها دلوقتي دي التوم اللي انا فرمت توم وحطيت عليه مكعب المرقه، دقيته معايا يعني وكده فرمته وحطيته معايا، ده بيبقى في اخر الباميه ان شاء الله نحطه كده.
بيدي ريحة وطعم جميل جدا للبامية. انا طبعا هحطها في الطاجن، بس هسيبها بس تغلي حبة كده مع البامية ونحطها في الطاجن. زي ما انتوا شايفين كده، بعد ما حطيت التوم مع مكعب المرقة، هحط بقى قرن الفلفل الحراق. انا هخليه بس يغلي شوية كده في البامية، وبعد كده نقله في الطاجن. زي ما انتوا شايفين دلوقتي انا خلاص قفلت على الباميه، انا هنقلها دلوقتي في الطاجن. طبعا الطاجن ده انا حطيته في الفرن عشان يسخن، عشان انا عايزاه يسخن زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هنحطه في الفرن ونشوفه مع بعض. ودي الشكل النهائي بتاعنا، خلاص اهو شكل الطاجن بتاعنا. شايفينه شكله حلو ازاي، وطعمه طبعا هيكون اجمل باذن الله. جربوها هيعجبكم باذن الله. وما تنسوش التومه اللي هي بتتحط في الاخر دي، بتدي طعم وريحه جميله جدا للطاجن وبالهنا والشفا.